هل قطرات العين مفطرة في نهار رمضان؟ هذا هو الاعتقاد الشائع بين العامة. في هذا التقرير نستعرض مدى إمكانية استخدام القطرات خلال فترة الصيام وكيفية استخدامها حتى لا تكون مفطرة. القطرات قد تؤثر أو قد نعتقد أنها تؤثر على صيامنا لو خدناها أثناء الصيام، لأن في بعض الأحيان لما بنحط أكتر من نقطة وبنيجي نرمش بعدها نشعر بها في الحلق ونشعر أنها قد أفطرت. هي القطرة لا تذهب جوع أو تروي عطش، فالحكم الشرعي فيها أنها لا تفطر حتى لو نزلت في الحلق. طب إحنا مش عايزين نشعر بطعم القطرة في الحلق، ولابد من استخدامها زي حالات المياه الزرقاء، زي حالات التهابات سطح العين، زي حالات الجفاف. يبقى الطريقة المثلى لاستخدام القطرة ان احنا نحط نقطة واحدة داخل العين، نقفل جفننا بعدها لمدة دقيقة ونعد لغاية 60 واحنا قافلين زاوية العين. كده القطرة تأثيرها على سطح العين يبقى تأثير عميق وما نحسش ابدا بيها في الحلق، وكده لا نفسد صيام وفي نفس الوقت نستخدم القطرات اثناء الصيام حيث يلزم ذلك. تحياتي.